هذا الباس باش نحيو التراث المغربي ونرجعوا اللي هو رمز الأصالة ديالنا ونتفكروا به بحال كي بنات اليوم يقدروا يخرجوا به. بزاف ديال الناس كيبغيو يلبسوه عيالات كبار وهذا ما كيقدروش يخرجوا به في هذا الزمان. دابا حيينا حنايا في المدن المغربيه كامله حيينا هذا التشالنج باش نلبسوا هذا اللباس المغربي وباش نشرفوا به باش نحيوا تراثنا اللي كان شحال هادي ومات ودخلت علينا شي ثقافه غربيه ماشي ديالنا، وبغينا نحيوا بهادشي ونحيدوا هذاك اللباس الغربي اللي تسلط علينا من برا. علاش هادشي؟ بغينا نحيوا حنا كاملين بلاد المغرب باش نحيوا الحضاره ديالنا.